السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم يا أحبابي في قناة نشاط سيريا لهذا اليوم. في إطار سلسلة الوصفات التقليدية القديمة والمنسية، جبت لكم اليوم وصفة سهلة مهلة تاع الموسم، والأرجح أنها وصفة يعني تنسات كاريمو. كان بزاف اللي ما يعرفوهاش، وكان بزاف اللي نسوها بالرغم من أنها بسيطة ولذيذة ورائعة، اللي هي كما شفتوا في العنوان مقارن بالجلبانة. الجلبانه ولا البيزي راهو وقتها راهي حلوه، دونك ننصحكم باش تجربوها وديروها وتشوفوا. يعني عوض ناكلوا هكذاك، يعني نمدوا لاولادنا المقارون غير بالولاد، يعني غير بالزبده وبوكو دو فرماج، نقصوا لهم شويه داك الفرماج، ديروا لهم الجلبانه في بلاصتها. ياك الدراري يحبوا الجلبانه، يحبوها الحلوه هكذايا، ديروا لهم ما تندموش، وراح تشوفوا وصفه تقليديه تاع امهاتنا تاع جداتنا. راكم تشوفوا المقادير، شويه جلبانه، انا تما تتحب لي رطيل باكي مقارون، بين الافضل يكون هذاك رقيق ليكود، ما ديروش هذاك الخشين. حبيبه بصل، فلفل الكحل والملح وفقط، وطبعا شويه زيت. كما راكم تشوفوا هنايا نبدا، درت شويه زيت ثاني. كيف المقادير الزبده ثاني، سي امبورطون، زبده ولا مارغارين، ولا عندكم الزبده راح تكون افضل وافضل وافضل. انا درت مارغارين دانيك المارغرين، حاولوا تخيروا تكون نوعيه جيده. اوكي، راكو تشوفوا هنايا البصل، درت حوالي واحده ربع بصلات طوال. هذه الوصفه تحب البصل باسكو ما فيها لا لحم لا والو، دونك الفريش كما نقولوا فريش هيجي لحم. راكو تشوفوا قطعت البصل تاعي شويه خشين، ما درتوش رقيق بزاف، وقليته غير بالطبع غير بالعقل. درت له شويه ملح، درت له شويه فلفل الكحل وشويه زيت طبعا غير بالعقل. وهنايا راح نزيد مرص زبده، قلت لكم زبده ولا مارغرين، مي فضلوا الزبده لو سمحتم. فوالا، يتقلى كلش مع بعضه غير بالعقل. الجلبانه انا درت حوالي رطيل. فوالا، دوك لو طون كما كنتو تشوفوا راح يدبال البصل تاعي، راح نضيف له هذيك الجلبانه ونقليها غير بالعقل تانيك على نار هاديه. اونتخ طون الما راهو يغلي باش نغلي المقارون، يعني ماشي حنغليه دوك، خليه حتى يعني حتى المرق هذاك الجلبانه تكون طابت. فوالا، دوق في هذه اللحظه راني حنرمي الجلبانه تاعي. لو طون اللي نقلي كما راكو تشوفوا، نقليها غير بعقلها، ما نزيدلها والو ما، تطلق هي ماها غير بالعقل، نبقى نقلي فيها غير ابتيف. لو طون نقلي الجلبانه تاعي، نروحو نديرو شويه امثال. قالوا الزمان اللي يحب الشباح ما يقول اح، قالوا الزمان اللي يحب للو يسهر له. للو هي مشتقه من كلمه اللؤلؤ، يعني اللي يحب اللؤلؤ او الجمال يسهر له، والحديد قياس. اللي يحب العكري ينوض بكري. هذا المثل عنده معنيين او شقين، يعني من باب انه الانسان اللي يحب العكري يعني يحب يروح يجيب القضيان فخي كما نقولوا، كلش فريشك كلش، ينوض بكري باش تصح له حاجه شابه وحاجه فريشكه. هذه من جهه، او من جهه اخرى كاين العكري بمعناه كما نقولوا العذرات اللي عندهم خدودهم عكري، يعني خدودهم حمر. الله خويا خي، يعني الفتيات الجميلات، يعني اللي يحب فتيات جميله ينوض لها بكري، ينوض يخدم على روحه، يشمر على يديه، يخدم يجيب قوتو، يجيب خبزه تاعو باش يكسب الفتاة هذيك والحديد قياس. اللي يحب الزين يصبر لعذابه. ناس من قالوا اللي يحب قرن النوش ينبت على شواربه، ولا على شواربه ينبت. قرن النوش هي عبارة عن نبتة تنبت في الخلا، كما نقولوا كما السرق، كما القرنينه دعيت لها قرن النوش. شخصيا يعني ما نعرفهاش، بصح يعني امي تقول لي بلي هذه هي النبته، اللي يعرفها يقول لنا. انا ما نكذبش عليكم، عمري ما شفتها. واخيرا، اذا عجبك القمر بكماله، واش راح لك في النجوم اذا مالو؟ واذا حبك القمر خلي النجوم تنهمر. نوليو للوصفة تاعنا، راكو تشوفوا الجلبانة بديت تطيب لي، اونتخ طون نديت المقارون تاعي. نعطيكم هذه الفكرة، دونك يكون المقارون يغلي توجو خذوا
مهما كان يعني مهما كان ماشي بالسيفغي في هاد لا روسيت ياك البنات. هادي سيت اون استوس شفتها في ايطاليان دارتها قالت لكم دائما خذوا هكذا كما كتشوفوا مغرف ولا مغرف غراف ولا زوج تاع الماء هذاك اللي فيه المقارون وضيفوه دائما لاصوص ديالكم وتشوفوا راح يزيد بنه على بنه. يعني ديروها في كامل لي بات اشاك فوا ديروا دي بات ديروا هاد الفكره. فوالا الجلبنه تاعي طابت غير بالعقل. زدت لها واحد زوج غرارف تاع تاع لاصوص تاع الماء عفوا تاع المقارون وهاوليك هنايا طاب كلش طابت الجلبانه. خليت لها تشوفوا خليت لها شويه لاصوص ما شفتهاش كامل. المقارون ما تغليوهش كامل حتى يتحرحر كومبليتمون خليوه شويه شاد روحو. الا حبيتو ديروا الدنتي ديروا الدنتي. انا ما نكذبش عليكم ما نحبوش الدنتي الله غالب نحبو بيان كوي ماشي محرحر بصح نحبو بيان كوي. فوالا دوكا تهيلك المريقه قسمتها نحيت منها شويه بس باش هكذا يعني دوك تشوفون طريقه يعني اللي حبي يدير هكذا باسكو عندي الماعون تاعي هذاك شويه غامق يعني باش ما باش كامل المقارون هذاك تدخل فيه كامل هذيك الجلبانه. صح كنت نهدر بالجلبانه بعد ما تتقلى منيح في هذاك البصل زيدوا لها شويه ما ياك يعني حتى طيب عادي وشنو ما تكثروش الماء. فوالا هاوليك ندير كشغل طبقات طبقات كامل المقارون ديالي يتشرب هذيك لاصوص. دوك نزيدها راك دوك تشوفوا صدقوني وصفه رائعه بنينه وخفيفه خفيفه الى اقصى درجه. تقدر تجوزوها بالبينه تقدر تجوزوها بحليبه ولا ما تعديولها والو كاريمون. ما ديروش الفرماج هاد الوصفه ما يجيش معها الفرماج. سي اون اونسيان روسيت تري 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 فيي روسيت تاع نو مامون تاع نو غروند غروند مير دونك وكاين بزاف يستغربوها. انا شخصيا كي نكون نهضر عليها مثلا مع زملائي ولا صديقاتي وكاين بزاف اللي ما يعرفوهاش يستغربوا يقولوا لي ا بون سا اكزيست اي با وي سا اكزيست اي سي تري بون. وحنا نديروها وقت الجلبانه وقت يعني في الربيع هكذا تندار كي هي كي دبيخه كي يعني كل الوصفات تاع الربيع نديروها معاهم. فوالا وتحركوا غير بالعقل. سي بوغ سا قلت لكم ما لازمش المقارون يطيب بزاف باش ما يتحرحرش كي تحركوه هكذايا. فوالا وهنا نختم حسن الختام ان بون مورسو دو بور ثاني دوق نزيدو. فوالا صدقوني الجلبنه ما نقولكمش جو سوي سور كو لي زونفون فو زونفون فون ادوري. فوالا يعني عادي ديروها هنا الطنجره هي فوق النار بتي فو. فوالا لو طون لي يشرب وهاديك الزبده تذوب. فوالا كطفيو عليه النار خليه واحد 5 دقائق 10 دقائق وتناولوه بالصحه والهنا. وهذا هي طبق تاعنا سهل مهل وصفه رائعه سهله كما كنتو تشوفوا. هاي ليك ترو بون ترو فاسيل راكم تشوفوا ما فيها والو ومغذيه وصحيه بلا ما نزيدوا فرماج بلا ما نزيدوا والو. وتقولوا لي الزبده الزبده تكون صحيه الله يخليكم بلا نش بريفير الزبده ولا الفرماج. دونك فوالا اي بتي توش دو فيردور هكذايا الا حبيتو ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي الخبر. ما تنساوش لي ميور شوز سون توجور لي بلو سامبل ومعا للمحافظه على التقاليد. السلام عليكم ورحمه الله.